وأنتقل الآن للدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة. دكتور هشام، يعني بالتأكيد الثقافة بتلعب دور كبير ومهم جدا في تشكيل الوعي العام، يعني الدور اللي بتلعبه علشان ندعم ونحفز الصناعات الفنية والإبداعية. صباح الخير، شكرا لحضرتك. وسعيد بوجودي على المنصة الكريمة. تحية لدولة رئيس السادة الوزراء. الحقيقة إنه مصر كانت وستظل دوما تفخر بقوتها الناعمة، قوة ناعمة مؤثرة وملهمة، ليس على مستوى قطرها فقط ولكن على مستوى العربي والإفريقي أيضا. في القلب من القوة الناعمة تأتي الصناعات الثقافية والإبداعية، ومصر لها باع طويل، وإحنا يمكن شاهدنا في الفيديو في المقدمة اليوم كيف كانت مصر من أوائل الدول التي أسست لمؤسسات خاصة بالصناعات الثقافية والإبداعية منذ بدايات القرن 19. تسمحي لي حضرتك أن أنا يعني أركز على كيف سنستفيد من هذه الاستراتيجية الجديدة في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، اللي هي وردت بالنص في خطة التنمية المستدامة كما انعكست في رؤية مصر 2030 في محورها الثقافي، على أن تكون هذه الصناعات الثقافية والإبداعية هي محور أساس لكي تكون داعمة للاقتصاد القومي. أحد الأهداف الاستراتيجية الأساسية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الجديدة هي الحوكمة. في القلب سيكون هناك جهاز قومي حاكم للملكية الفكرية. وزارة الثقافة وحدها لديها 6 مكاتب تتعامل مع حقوق المؤلف، ما بين إعطاء تراخيص، ما بين حماية، ما بين تسجيل إلى آخره، هذا على مستوى وزارة واحدة. التنسيق مهم جدا، عملية ضبط الإجراءات والممارسات وعدم ازدواجية المعايير في التطبيقات ستكون مهمة في المرحلة القادمة، وهذا الجهاز سيكون له دور مهم جدا في ضبط هذه الإجراءات. أحد الأهداف الاستراتيجية المهمة أيضا هي البيئة التشريعية. نحن لدينا قوانين تتعلق بالملكية الفكرية منذ قديم الأزل، حان الوقت لكي نقنن وأن نفعل. من أحد الأهداف الفرعية لهذا الهدف هو أن سنراجع كل القوانين والتشريعات القائمة بالفعل، نحاول أن أيضا ندرس ما هي القوانين والتشريعات التي نحتاجها. وأنا في هذا الإطار أود أن أشير أيضا إلى أن هذه الثورة الرقمية التي نتحدث عنها يوميا ستأتي يقينا بتغييرات كبيرة جدا على مستوى الصناعات الإبداعية والثقافية. شكل المنتج الثقافي سيتغير، كيفية وآليات توزيع وتسويق ستتغير. هذا الوافد الجديد الميتافيرس ممكن أن يحدث ثورة مذهلة في كيفية التعاطي مع المنتج الثقافي. أيضا في مستوى التعامل مع التشريعات والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، نحن في حاجة أيضا إلى مراجعة وإلى الإسراع بتوقيع على بعض المعاهدات، خاصة منها ما يتعلق بإتاحة المحتوى والإنتاج الفكري لذوي الإعاقات البصرية في اتفاقية مراكش. النقطة الثالثة وهي لا تقل أهمية الحقيقة، هذا الزخم وهذا الإرث الفني والثقافي الذي تمتلكه مصر لابد أن يكون له عائد اقتصادي. كيف ستمكن الاستراتيجية الوطنية الجديدة من الاستغلال الأمثل لتعظيم هذا المنتج الثقافي كعائد ومورد اقتصادي من خلال استغلال الأصول، حماية حقوق المؤلفين ليس على حساب الدولة ولا المجتمع، وأركز وأؤكد على أن هذا لا يتعارض إطلاقاً مع عدالة توزيع ووصول المنتج الثقافي ومع حماية حق المجتمع في هذا الوصول. أخيراً، كل هذا لن يتم إلا بوعي ورفع الأويرنس بثقافة الملكية الفكرية. وأن هنا أؤكد على أن الدور لن يكون دوراً حكومياً فقط، هذه شراكة بين الحكومة وبين كل أفراد المجتمع في كيفية استيعاب المفهوم الخاص بالملكية الفكرية لكي ننجح معاً في الوصول إلى التطبيق الأمثل لهذه الاستراتيجية. شكراً جزيلاً. شكراً لحضرتك.